كيف ترى تأثير ارتفاع أسعار النفط على أسهم قطاع الطاقة في أسواق المال العربية؟ هي على ما أعتقد قد تكون بعض الأشياء بكل تأكيد عندما يرتفع أسعار النفط تكون هي داعمة بشكل بكل تأكيد لأسهم الطاقة العربية وحتى الطاقة الأجنبية. فبالتالي على ما أعتقد جراء إمكانية التداولات بشكل عرضية، أعتقد بأن إمكانية التداولات حتى لأسهم الطاقة في الفترة القادمة قد يكون بشكل عرضي. نحتاج إنجي هنا أن يكون بعض المعطيات بشكل أكبر واضحة بالنسبة للنفط، خاصة من الصين، عندما نجد انفراجة للاقتصاد الصيني، خاصة بأنه هو أكبر مستورد للنفط الخام. فلو كان هناك انفراجة لأرقام الاقتصاد الصيني في الفترة القادمة، فبالتالي سوف تكون داعمة لأسعار النفط، فبالتالي هي داعمة لأسهم الطاقة في الفترة القادمة. لذلك أحتاج هنا بعض الإشارات من الاقتصاد الصيني، التعافي بالاقتصاد الصيني. يعني حضرتك شايف أستاذ عزام أن المشهد لم يكن واضحا، أو المعطيات زي ما حضرتك قلت مش واضحة؟ بكل تأكيد، لذلك أميل إلى تداولات عرضية قد تكون للنفط. قد تكون هناك انفراجة في الفترة القادمة من إشارات أوبيك بلس، مع أنه أعتقد بأنه عدم زيادة الإنتاج في الفترة القادمة، الاستمرار في التخفيض الطوعي، لكن التداولات العرضية، فبالتالي تداولات أسهم الطاقة بشكل عرضي، هذا ما أميل له أنجي. أيضاً ما تحليل حضرتك لأداء الأسهم الأمريكية والأوروبية، خاصة بعد الخسائر التي حققها قطاع التكنولوجيا؟ يمكن أنجي عندما ننظر إلى قطاع التكنولوجيا، نعم هو المتحكم الأكبر في أداء الأسهم الأمريكية. هذا ما قد دفع أسواق الأسهم في الفترة الماضية تشكيل بعض التداولات العرضية، ناسداك، مؤشر داو جونز، S&P 500، رأينا تسجيل ريكورد تاريخي أو أرقام تاريخية، ثم العودة للتداولات العرضية. هنا ما أود أن أذكره هي حالة عدم اليقين بالنسبة لتوجهات الفيدرالي الأمريكي وبالنسبة لسياسات الرئيس الأمريكي القادمة. بالنسبة للفيدرال الأمريكي، هناك المخاوف من أن لا يكون هناك تخفيض أسعار الفائدة، خوفا من التضخم، فبالتالي عودة النبرة من التفاؤل بعمليات تخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير جدا إلى شكل أقل هي داعم قد تكون سلبي بعض الشيء للمؤشرات الأمريكية. من ناحية أخرى، حالة عدم اليقين للرئيس الأمريكي، بكل تأكيد الكل ينتظر ما قد يفعل في التعريفات الجمركية، بالتالي عندما يكون هناك تعريفات جمركية مرتفعة مع ضرائب أقل بالنسبة للشركات، قد يكون هناك تفاوت بالنسبة للأداء. لكن ما هو متعارف عليه والتاريخ يعيد نفسه، في فترة الانتخابات بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئاسة الأمريكية السابقة، كان داعم أساسي بالنسبة لأسواق الأسهم. فبالتالي أعتقد التكنولوجيا في الفترة القادمة قد تعود وتسجل بعض الارتفاعات والمزيد من موسم أرباح يعتبر جيد جدا، وقد يكون هناك توجهات بشكل أكبر اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية مع الرئيس الأمريكي. فبالتالي أعتقد أن النظرة لا تزال إيجابية بالنسبة للمؤشرات الأمريكية. أخيرا أستاذ عزام، تابعنا ارتفاعات قياسية لعملة البيتكوين الأشهر في العالم فوق 97,000 دولار، ما تأثير ذلك أو ما توقعاتك للعملة؟ تفضل. بكل تأكيد أنجي، يعني دونالد ترامب كان هناك ذو نبرة ودية بالنسبة للتشريعات والتنظيمات في الفترة القادمة، عاصمة التشفير في الولايات المتحدة الأمريكية ما ذكره الرئيس الأمريكي. فبالتالي التوجهات والنبرة التفاؤلية بالنسبة للرئيس الأمريكي هي دافع أساسي. أحتاج هنا الوقوف فقط على هل سوف يكون هناك منصب في البيت الأبيض كما يتم ذكره بأن يكون هناك مسؤول على السياسة الرقمية في الفترة القادمة. لو تم فعلا تعيين شخص مسؤول في الفترة القادمة مع إقالة جاري جانسلر رئيس البورصات الأمريكية، أعتقد بأن زيادة الارتفاعات في الفترة القادمة للبيتكوين قد تكون واردة في الفترة القادمة. لذلك أميل إلى أن ننظر إلى توجهات دونالد ترامب في الفترة القادمة، فقد تكون هناك نبرة ودية بالنسبة للعملات الرقمية، فبالتالي ارتفاعات للعملات الرقمية. أود أن أذكر هنا وأختم به إنجي، مايكرو استراتيجي لا تزال تشتري بالشراءات معالية بالنسبة للبيتكوين، فالاستثمارات للشركات، الاستثمار الجماعي لا يزال متواجد بالنسبة للبيتكوين. فلذلك أعتقد بأن قد يكون هناك ميول إيجابي في الفترة القادمة بالنسبة لتداولات العملات الرقمية. نعم، وضحت النقطة. بشكر من الأردن أستاذ أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في مجموعة إيكويتي، لمشاركته معنا اليوم. شكرا لحضرتك. شكرا لكم.